الجمباز. وما أدراك ما الجمباز؟ يعني قوة تحمل، يعني صبر واحتمال. بس دي صفات ولادنا في التدريبات، وكمان صفات الأمهات البطلات. من صالة جمباز النادي الأهلي في حلقة جديدة من البطولة أمهات. حلقتنا النهاردة مع بطلة جديدة من بطلات البطولة أمهات. نتعرف بيكي. مدام هدى. عندك كم طفل في التمرين؟ عندي بنتين، مريم درجة أولى وكرمة تحت 7. عايزينك تكلمينا عن معاناتك اليومية اللي بتقابليها كل يوم في النادي، ومن أول ما تصحي الصبح وانتي بتجهزي وبتحضري كل الاستعدادات والترتيبات تكلمينا عنها. المعاناة دي بقى لو أنا بقى قاعدة في البيت، أنا بقى بشتغل فإحنا يومنا بيبدأ من اليوم اللي قبليه، بس فبنستناهم بقى لما يرجعوا من المدرسة، وبنبقى مجهزين حاجتنا، وبقى ساعات الولاد بياكلوا في العربية من كتر ما بيبقى إحنا بسرعة، لأن ساعات التمرين هنا مثلا بيبقى الساعة 6 وهما بيرجعوا الساعة 4، فلازم أكون مجهزة الحاجة ناكل بقى في العربية، وعيشتنا كلها بتبقى في العربية. لا، هو الجمباز لعبة بتاخد وقت كتير جدا جدا، وبتخليكي حتى بتنسي كل حاجة وبتركزي مع اللعبة بس عشان خاطر تشوفي بطل قدامك أو بطلة. ده مش سهل انك تعملي بطل، بس لما بتشوفيهم بقى لما بيكبروا كده، وتشوفي بقى الثمرة اللي انت البذرة اللي انت زرعتيها دي بتكبر قدامك وبتبقى حلوة كده، دي بتبقى بتنسي بقى كل حاجة ضايقتك مثلا أو تعبتك، واحنا لسه بنتعب تاني. انا سمعت منهم في الملعب انك هنا بقالك 14 سنة. احنا من 2006 تقريبا، مريم كانت لسه بقى من الصغننين زي اختها كده، والحمد لله يعني بتحققوا بطلة جمهورية وبتلعب درجة اولى، وربنا يسهل ان شاء الله واشوفها بقى كابتن حلوة كده جميلة يعني ان شاء الله. اسمي كارما محمد، ماما بتخليني كل يوم اروح التمرين، بس امبارح ما جيتش علشان مامة بابا كانت قاعدة في البيت، وبابا ما كانش ينفع يسيبها لوحدها، وماما كانت تعبانة وبابا كان عنده شغل الصبح. هي كرمة بالنسبة لي حالة مختلفة، لأن أختها مريم هي لعيبة من لعيبات الدرجة الأولى في النادي، وهي مريم بالنسبة لي هي تعتبر بنتي، لأن أنا كنت بمرنها وهي صغيرة، فأنا دلوقتي أختها الصغيرة بقى هي اللي معايا في الملعب، فهي الكيس بالنسبة لي إن كرمة دي تعتبر بنتي، يعني بشوفها زي ما كنت بشوف مريم زمان. فهي مريم كانت لعيبة ملتزمة جدا ولعيبة تسمع الكلام، وكرمة زيها. احكيلنا عن معاناتك من 14 سنة في صالة الجمباز. معاناتي ما فيش يعني، والله هنا هم حتى هو التمرين صعب، يعني التمرين صعب على الولاد، لان احنا ساعات كمان قبل البطولة بيكثفوا التمرين، بيبقى بالسبع ساعات انت بتبقي قاعدة، وطبعا زمان الصالة ما كانتش طبعا مكيفة، وكنا بنبقى في الحر وفي البرد، بس يعني لا عانينا كتير بصراحة، وكنا عيشتنا كلها تقريبا كانت هنا، يعني الأزواج طبعا في شغلهم مش عارفين احنا بنتعب قد ايه، بس طبعا برضو بيبقوا مقدرين. الولاد كباتن شوية كويس، شوية نشد، شوية نعمل، شوية بيضحكوا، شوية يزعلوا، ماشية يعني. كانت أيام حلوة يعني برضو، وهو لسه بقى كارما بنبدأ تاني، بنقول يا مسهل. بتشتغلي ولا ربة منزل؟ بشتغل. طيب كلمينا بقى عن قصتك ما بين الشغل
والتدريبات والدروس والمذاكرة. الشغل ده بقى قصة تانية يعني. الشغل أنا طبعا في مجال التربية والتعليم، فده طبعا لازم كل يوم بنزل الشغل، بس بحاول يعني ان احنا اظبط الدنيا، وباباهم برضو معايا يعني، هو بيجيبنا. و التمارين بقى بالنسبة للولاد، لا يعني الجمباز بيفتح المخ حلو جدا ليهم يعني، هي بصراحة رياضة بتشغل المخ. وبعدين ما حد يعني اللي بيقول الرياضة بتعطل، لا الرياضة ما بتعطلش على فكرة، بالعكس ده هم بيبقوا عارفين اللي عليهم وبيبقوا بسرعة عايزين ينجزوا يعني. بتبقى مروحة والله الساعة 11 بالليل وتقول لي لا انا هخلص ده عشان عندي بكره مثلا تسميع، عندي ما مش عارفه ديكتيشن، عندي امتحان، فبتقعد يعني لغايه الساعه واحدة كمان، وهي هي عايزه ده يعني. حتى كذا مره اقول لها طب نبطل عشان الدراسه، هي البنت حتى مش حابه اللعبه ومش عايزه تبطلها. ده كبيره لسه بقى صغيره، مش عارفين هنعمل ايه. بصراحة الأم بالنسبة لي هي حلقة الوصل الأساسية اللي أنا بتواصل من خلالها، وبعرف كل حاجة عن اللعبة، وبعرف إيه بتتغذى إزاي، بتنام إزاي، ظروفها في الدراسة، كل حاجة أنا بعرفها من خلال الأم. فالأم بالنسبة لي هي مصدر الإلهام بتاعي وحلقة الوصل بيني وبينها، علشان نوصل في الآخر إن نطلع جيل كويس جدا من الأبطال، ويبقى جيل صحي كمان. على طول بيبقى فيه اجتماعات ونقاش بيني وبينهم، بعمل تستات واختبارات كتير قوي للبنات كل شهر، ومن خلال التست ده بنشوف مستوى اللعيبه. لو واحده مستواها قل او انا شايفه ان في تراجع في مستواها، فبيكون الام هي حلقه الوصل بيني وبين اللعيبه عشان بعرف ايه الاسباب اللي خلت مستواها يتراجع، وبنظبط الموضوع ده بيننا وبين بعض بحيث ان احنا نوصل في الاخر ان نطلع بطل. البطولات دي بتبقى ضغط عصبي على البيت كله، بس احنا بنحاول ان احنا ما بنوريلهاش ان احنا يعني الدنيا ان احنا قلقانين، ان انت لا انت بطله وتقدري وانت شاطره وانت جدعه. طبعا هم كلهم بيبقوا يا حبايبي تحت ستريس جامد جدا، ان هم عايزين يحققوا، عايزين يلعبوا كويس، ما يحصلش تجليه على اي جهاز. ف لا هم برضو حبايبي اتحطوا تحت ضغط، بس والله الضغط ده بيبقى في حياتهم التانية بيخليهم أهدى شوية في أخذ المواقف كتير يعني، حتى في الامتحانات يعني. الضغط اللي بيتحطوا فيه في البطولة بيخليهم أيام الامتحانات بيبقوا أهدى شوية. تمام. طب والضغط ده بالنسبة لك أنت إيه؟ بالنسبة لنا لا طبعا بلاش بقى. لا بيبقى طبعا ضغط على البيت كله، بس يعني بنحاول، بحاول والله ان انا ما اوريهمش ان انا يعني قلقانه ان انا كده، لا انا ببقى قلقانه عليها، لان طبعا طول تعب السيزون كله انت بتبقى عايزه تشوفيه بقى يعني. مريم مثلا السنه السيزون اللي فات اللي قبليه في الاحماء ليله البطوله وقعت كوعها اتخلع واتجبست، فده بيبقى برده من ضمن الحاجات اللي بتخليكي يعني تعبك طول السنه، وتعب البنت يعني بالذات. هي نفسها كانت حبيبتي تعبانه خالص بقى، الموضوع ده كان عامل لها ازمه نفسيه كبيره، بس الحمد لله السنه اللي فاتت حققنا وتصعدت درجه اولى الحمد لله. ده بيتطلب منك عشان يكون عندك ابطال في البيت تعب بقى من ناحيه انه نحضر اكل معين؟ بصي الاكل ده بقى ده بيبقى شغلانه، انت بتقعدي بقى من بالليل مثلا تجهزي الصبح، وساعات بقى بتبقي حاجه بقى سريعه على حسب بقى اليوم بتاعك، غير ان انت اهم حاجه عندك ان هي ما تتاخرش على التمرين يعني. انت مركزه ان التمرين هي تيجي في ميعادها، لان هي احنا الحمد لله على طول عمرنا السنين اللي فاتت دي ما اتاخرتش يعني التمرين، عشان برضو هي تبقى عارفه الالتزام وعارفه ان هي ملزمه انها تروح في ميعادها. هي بس ان انت بقى تروحي تزوري قرايبك والحاجات دي بتبقى خلاص بقى انت قفلتي على نفسك وعلى اولادك شويه، بس الدنيا ماشيه يعني.
حاجه ان هم هنا انا بحس ان هم عيله، وبحس ان هم اسره مع بعض، يعني كل فريق فهم عيله مع بعض، وكله بيخاف على كله، وكله بيخاف على البنات، فدي حاجه بتبقى بسطاني جدا. لو في بنت مثلا حصل اي حاجه هي مامتها مش موجوده، فبتلاقي ولايه امر تانية هي اللي بتجري عليها، ممكن لو بنت وقعت او اي حاجه بتجيب لها تلج، لو عندها اي مشكله هي بتيجي تبلغني ان ولايه الامر معلش ما جاتش لظرف ما، ففي 1 2 3 4 هي بتبلغوني من خلال ولايه الامر. معاناتي في التمارين ان بيبقى فيه اوقات كتير، انا عندي 3 هنا في الاهلي، فبيبقى ممكن مواعيد مختلفه، ممكن حد تمرينه في مدينه نصر، حد تمرينه في الجزيره، فبتبقى بهدله شويه ليا انا باباهم كده. يعني اصعب حاجه هي موضوع المواعيد بصراحه، لان هو في كذا فرقه، فبيبقى كل واحد ليه ميعاد مختلف، ممكن ابقى قاعده طول اليوم في النادي بسبب الموضوع ده. لا احنا في الدراسه بتبقى الموضوع صعب شويه، بنخرج من المدرسه ممكن نذاكر في العربيه او نحل الهوم ورك في العربيه عشان بيبقى عندنا تمرين، هم علشان حابين التمرين فبيعملوا اقصى جهدهم علشان يقدروا يؤدوا في الاثنين، لان التمرين بقى حاجه اساسيه في حياتنا. طبعا الدراسه والرياضه مهمين جدا، دور الرياضه في حياه ابني ان هي بتبني شخصيته، بيبتدي يتعرف على ناس جداد، بتشغل وقته في حاجات مهمه، بتعلمه الاخلاق، وهي دي اهم حاجه. يعني ضافت له ان هو بقى عنده شخصيه، بيعرف بيمر بحاجات صعبه بتسهل له الدنيا شويه، ان هي بيعرف يقسم وقته، بيعرف يستغل وقته كويس. بتبقي مركزه، ف اللعب الاجتماعي بيبقى يعني بتحسي ان انت مش عارفه يعني مش عارفه ان انت بقى تشوفي بقى قرايبك، تشوفي الناس، الدنيا تبقى معاكي زي الناس الطبيعيه. بحس ان احنا اللي مش طبيعيين، بس والله يعني زي ما قلت لك انت بتلاقي النتيجه ده في الاخر حلوه قوي، وبتلاقي بنتك قدامك كده ما شاء الله، هي مش موجوده دلوقتي، بتفرحي يعني لما تشوفي بقى نتيجه التعب اللي انت تعبتيه. لا الحمد لله انت شفتي حاجه، الحمد لله يا رب كويسه، يعني يا رب الناس كلها بجد. البطل انك تعملي بطل دي والله مش سهله، مش سهله انك تتعبي وتيجي على نفسك. انا ببقى راجعه مش قادره والله اقف على رجلي، وبضطر ان انا انزل واسوق واجيبها واجي، وباباهم برضو يعني ساعات يبقى مخلص يعني شغله من بدري يقعد يستنى في عز البرد وبالليل، فالحمد لله ماشي الحال. ميزانية معينة؟ لا ما فيش حاجة اسمها احط ميزانية معينة، لان انت على حسب انت بقى ما تشوفي بنتك، مثلا انت في وقت معين حابة لا هي مش عجباني، لا انا لازم اشدها شوية، لا انا كده، دي بتبقى حاجة البرايفت قصدك، يعني دي حاجة بتبقى حاجة تانية ملهاش دعوة بقى بال، لا بيبقى ده بقى بيبقى من ضمن الاسترس عليكي برضو، يعني ده بيبقى عبء تاني عليكي، بس انت مضطر عشان تشوفيها كويس، انت مضطرة انك تعملي ده، بس الدنيا ماشية الحمد لله، والملعب والله بقى جميل دلوقتي، وفي تطوير وفي احسن، وفي مدربين برضو في تطوير عن زمان كتير الحمد لله. احنا هنا لامسين الفرق. يعني انا يعني اسألي بقى الناس القديمة يقولك لا في فرق، حتى الناس اللي معانا اقول لهم لا المدربين في فرق عن قبل كده، الدنيا احسن وبتتطور والحمد لله والله، يعني بجد مش عارفه يعني مش عايزه اقول بقى بنشكر كابتن بيبو، بس فعلا الدنيا والله ربنا يكرمه بجد، هو وعد فعلا وكان قد وعده.
فصلين، المعاناة بتتلخص في توفير الوقت، ان انا اوفق الوقت بين التمارين، لان تمارين انا اولادي في فرق فتمريناتهم بتبقى مستمره، ان انا اوفق بقى بين الشغل والتمرين والبيت يعني معاناه كبيره قوي بصراحه. اصعب حاجه بتواجهني في التمرينات المواعيد، المواعيد صعبه وساعات ما بيبقاش فيها مراعاه قوي ان هم لسه اطفال، يعني انا اولادي 9 سنين فمفترض ان يبقى في مراعاه للسن الصغير والسن الكبير والسن اللي يقدر يعتمد على نفسه، هم لسه ما يقدروش يعتمد على نفسهم، هم بيعتمدوا عليا انا، فانا اللي بعاني معاهم. ايام الدراسه مع التمارين بحاول اوفق بينها على قد ما اقدر، بس طبعا الموضوع بيبقى صعب جدا لان بيبقى فيه هوم ورك وبيبقى فيه حاجات تانية غير التمارين. بحاول اوفق لدرجه ان انا ساعات واحنا في العربيه بنعمل الهوم ورك بعد التمرين على طول، قبل التمرين على طول، يعني طبعا الدراسه والرياضه بيكملوا بعض جدا وهما الاثنين مهمين قوي. يعني الرياضه بتضيف قوي لشخصيه الطفل، يعني بتبني الثقه في النفس، بتخليه قادر ان هو يواجه المجتمع اكتر، يحتك بشخصيات مختلفه، بتضيف لخبرته جامد جدا من وهو طفل. يعني الرياضه كانت من اهم الاسباب اللي زودت ثقه الولاد في نفسهم، ولادي في نفسهم، وخلتهم يعرفوا يقدروا ينظموا وقتهم، بيبقى في اولويات يقدروا هم يحطوها. احنا عندنا هوم ورك دلوقتي فلازم نخلصه، التمرين بعد نص ساعه فاحنا لازم ناكل ونعمل الهوم ورك، فقادرين ان هم ينظموا وقتهم بنفسهم، وده بيبني شخصيتهم طبعا. طبعا اكتر معاناه بتبقى موجوده بالنسبه للتمارين ان التوفيق بين وقت الشغل وان احنا برضو نراعي البيت وبعد كده نعمل اكل ونرجع نلحق ميعاد التمرين، اللي هو طبعا بيبقى في مواعيد مختلفه، ساعات بيكون بدري، ساعات مثلا يبقى 12 او 2 او 6، بتبقى مواعيد صعبه جدا ان انت توازني بين ده وبين مواعيد ان انت تروحي البيت وتعملي اكلك وتروحي بيتك وحاجات كده. يعني هو المواعيد بين التمارين في الدراسه وان انت تحافظي على ميعاد التمرين، وبرده ان انت الاولاد يجوا يعملوا الواجب وبعد كده يناموا بدري علشان الصبح يبقى عندهم مدرسه، دي بتبقى فيها معاناه شديده جدا لان كل المواعيد مش بتبقى متنظمه مع بعض. يعني يمكن احنا في مصر بيبقى ممكن بره مصر بيبقى فيه شويه ان اللاعب او الرياضي بيبقى ليه نظام دراسي معين، نظام معين في الامتحانات، بيبقى فيه مراعاه للحاجات دي، يمكن احنا مفتقدين ده في مصر. المجهود طبعا المجهود بيبقى شديد لان مثلا في يعني وقت الدراسه بيرجعوا من المدرسه بيبقى وقتهم متاخر، وبعد كده يرجعوا يتغدوا يبقى فيه هوم ورك، نرجع بعد كده نلحق التمرين، نبقى برده ممكن التمرين يبقى متاخر، يبقوا مش لاحقين يناموا علشان يصحوا الصبح مثلا الساعه 6 للمدرسه، فدي بتبقى اصعب حاجه وقت الدراسه مع التمارين. دور الرياضه في حياه ابني وبنتي طبعا كبير جدا لان شخصيه الطفل والولد بتتكون جوه الملعب قبل ما بتتكون يعني في المدرسه وقبل ما تتكون في البيت. يعني انا بنتي فضلت ان انا اجيبها تتدرب اكتر من ان انا اوديها حضانه مثلا، لان بتفرق طبعا. الطفل لما بيكون رياضي وبيدخل بطولات بيبقى عنده ثقه كبيره بنفسه وبيعرف ازاي يتعامل مع الناس، بالذات في اللعب الجماعيه بتفرق كتير. يعني الاثنين طبعا الدراسه والرياضه الاثنين مهمين جدا مع بعض، طبعا علشان تكون شخصيه الطفل زي ما قلنا، وعلشان خاطر انا كمان ابقى مطمنه ان ولادي يعني طالعين بيتربوا تربيه سليمه. مفيش مثلا برضو ان احنا دلوقتي بنفضل الطفل في وقت غير الرياضه ماسك التاب ماسك الموبايل، فطبعا الرياضه بتخليه شويه يلتزم وما يفكرش مثلا في اي اتجاهات تانيه. يعني الثقه طبعا الحاجات اللي ضافتها الرياضه لبنتي وابني الثقه بالنفس، وان هم يقدروا كمان يتعاملوا مع اصدقاء واطفال تانيين بطريقه سلسه، ويعني دي اكتر حاجه. يعني انا
معاناتي في التمرين أول حاجة تظبيط المواعيد ما بيني وما بين شغلي، ولو عندهم بقى أيام المدرسة دروس والكلام ده كله، هي دي أكبر معاناة، تظبيط المواعيد والمشاوير طبعا. يعني احنا أصلا من مدينة نصر لغاية الجزيرة، لا يعني، وده وعندي اتنين كل واحد بيبقى عنده تمرين في مكان، فدي اول معاناه ان انا اظبط ما بين مدينه نصر وما بين هنا، وكل واحد بيلعب رياضه مختلفه. ماشيه بسكادول، يعني بعرف اظبط بقى المواعيد ما بين الدراسه والشغل بجدول، يعني يوميا كده بقعد افتكر انا عندي ايه النهارده، واحد اتنين هرجع من الشغل هعمل ايه، فمشيها جدول. وطبعا ساعات بيحصل تقصير، يعني من ان انا اجي على ده شويه، اجي على ده شويه، اجي على البيت شويه، اجي على الشغل شويه، يعني مثلا ايام البطولات وكده، او ايام ما نكون جايين التمرين في مسابقه او حاجه، ساعات باخد اليوم ده اجازه في الشغل، بقصر في حاجات كتير، بوفق ما بينهم، بقصر في الشغل شويه وبقصر في البيت شويه. بس طبعا اليوم بيبدا من الساعه 8 الصبح مثلا، ما بينتهيش غير 12 بالليل عشان اقدر اعمل كل حاجه. الدراسه والرياضه بيكملوا بعض طبعا، لان الولاد دلوقتي كلهم قاعدين ماسكين الموبايلات واللابتوب والشاشات والكلام ده كله، فالرياضه هي اللي بتحركهم. يعني احنا عندنا اجازه في الصيف 4 شهور مثلا، اذا انا ما نزلتهمش الرياضه خلاص يبقى هيفضلوا قاعدين قدام اللابتوب. طبعا بقى اكل وتخن وعدم حركه، لا طبعا، يعني الرياضه مهمه جدا جدا. كفايه ان هو بينزل بيتعامل مع ناس في سنه، بيحقق مكسب بيحقق خساره، لا طبعا بتغير في شخصيته كتير، بتغير في شخصيته ان القعده في البيت لوحدها بتجيب اكتئاب، يعني بتخلي الطفل منغلق على نفسه، بيحصل انطواء، بيحصل ان هو قاعد قدام الموبايل بس، العالم بتاعه على الفيسبوك او السوشيال ميديا من غير ما ينزل. فلا طبعا هو بيختلط بالناس، بيكون شخصيه. المرمطون بتاع ابنها ده دور الام، يعني دور الام في حياه الطفل ان هي المرمطون، يعني رايح جاي سواق كده يعني. اهتموا بولادكم، ما تستخسروش فيهم حاجة خالص. يعني حسيتوا ان هم محتاجين تغذية معينة لازم تشوفوا الدنيا فيها، محتاجين يتمرنوا اكتر نمرن اكتر. ابنك انت شايفه ان، او ابنك انت شايفان ان هو في حاجة ممكن يبقى كويس، ما تكسليش. يعني هم اهم حاجة، يعني احنا عايشين عشان. تعمل ايه علشان تكون زيك، تبقى حمولة وصبورة؟ الصبر ده اهم حاجة، اهم حاجة عشان تشوفي بطل قدامك، وانت تبقي مبسوطة ان انت عملتي حاجة كويسة، تصبري جدا وتتحملي، وتبقي انت دايما هو يطلع مثلا، تبقى هي زعلانة مثلا، كابتن زعقلي، كابتن خبطني على العضلة دي، مش عارفة ايه، لا ده انت، ده هو عشان تبقي كويسة لازم انت كمان تبقي، خلي بنتك تتحمل عشان تبقى، هو ده اللي انت هتشوفيه في الاخر. الحمد لله. انا بحبك يا ماما، شكرا يا امي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، وانتظرونا مع بطله جديده من بطلات البطوله امهاتنا.